بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 149. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. كما تقدم أنه لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام النكاح وما يتعلق به، ذكر إنهاء النكاح وما يترتب عليه. وإنهاء النكاح يكون بالخلع كما سبق، ويكون بالطلاق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما أنه شرع النكاح لمصالح عظيمة تتعلق به، كذلك شرع الطلاق لأجل إزالة الضرر إذا حصل ضرر من بقاء النكاح ولم يؤدي النكاح نتائجه المطلوبة، فإن الله شرع الخروج منه وإنهاءه، وذلك بالطلاق. وهذا من كمال هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد، خلافا لما عليه النصارى من عدم الطلاق، فإن النصارى لا يعتبرون الطلاق إلا في حالة واحدة، إذا زنت المرأة فإنه يطلقها، أما في غير حالة الزنا فإنه لا يجوز لها الطلاق. وهذا من آثارهم وأغلالهم التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا يترتب عليه الإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج، فإنه إذا علم أنه لن يتخلص من صاحبه مع عدم رغبته فيه، فقد يؤدي هذا إما إلى القتل بأن يقتلها أو تقتله للاستراحة منه، وإما أن يقع الزنا، فإن المرأة إذا لم تعف الزوج ولم تكف شهوته فإنه يذهب إلى الزنا. ولهذا عندهم لا بأس أن يصاحب من شاء من النساء وأن يخادن من شاء من النساء، ولكنه لا يطلق زوجته. فهذه مفاسد عظيمة، وهذا مما يدلنا على كمال هذه الشريعة وحسن ما جاءت به، في أنه إذا لم يكن هناك مصلحة من بقاء الزوجية فإن الله شرع المخرج منها. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. نعم، أحسن الله إليك. والطلاق هو إنهاء عقد النكاح أو بعضه، هو حل عقدة النكاح أو بعضه، مأخوذ من إطلاق الدابة من قيدها أو من رباطها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يباح للحاجة. الطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة: الإباحة والاستحباب والكراهة والتحريم والوجوب، فيكون الطلاق
مباحا تارة، ويكون مستحبا تارة، ويكون مكروها تارة، ويكون محرما تارة، ويكون واجبا. نعم. قال يباح للحاجة. يباح الطلاق للحاجة إذا احتاج إليه، إذا كان ليس له رغبة في بقائها عنده فإنه يطلقها. نعم. ويكره لعدمها. ويكره لعدم الحاجة، كما إذا كانت الحالة مستقيمة بين الزوجين وبقاء الزوجية فيه راحة للزوجين فإنه يكره الطلاق حينئذ، لأن بقاء الزوجية مع استقامة الحال أمر مطلوب في الشرع لما فيه من إعفاف الزوجين ولما فيه من المصالح العظيمة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما يصبر الزوج على زوجته وهو يكرهها ويجعل الله بينهما ذرية طيبة، ذرية صالحة وعواقب حميدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك المؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن رضي من إن كره منها خلقا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والمرأة لا يمكن أن تكون كاملة 100%، لا بد أن يكون فيها شيء من الخلل أو مما لا يرضاه الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النساء خلقن من ضلع، يعني من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج، استمتعت بها وفيها عوج. فهذا مما يدل على أن الزوج يصبر على زوجته وإن كره شيئا من أخلاقها، ما دام ذلك لا يصل إلى التقصير في أمور الدين أو أمور العفة فإنه يصبر على ما فيها من خلق سيء، لأنه سيجد فيها أخلاقا كثيرة طيبة. نعم. ويستحب للضرر. يستحب للضرر إذا كان البقاء على الزوجية لا تترتب عليه المصالح المطلوبة في الزواج، بل يكون بقاء الزوجة في عصمته ضرر عليها، فحينئذ يستحب أن يطلقها. نعم. ويجب للإيلاء. يجب الطلاق للإيلاء، والإيلاء هو الحلف، وذلك إذا حلف الزوج لا يطأ زوجته فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يفي، يعني يرجع إلى زوجته. فإن أبى أن يكفر وأبى الفيئة فإنه ينظر إلى 4 أشهر، فإن مضت 4 أشهر ولم يطأها ويكفر عن يمينه وطلبت هي بحقها فإن الحاكم يوقفه عند ذلك ويقول له: إما أن تفيء وتكفر عن يمينك وإما أن تطلق. فإن أبى أن يفيء بعد 4 أشهر فإنه يطلق عليه الحاكم. أبى أن يفيء وأبى أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه إزالة للضرر، وذلك لقوله تعالى: والذين يؤلون من نساء، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيجب عليه حينئذ أن يطلق على رأس 4 أشهر إذا لم يرجع إلى زوجته ويكفر عن يمينه، يجب عليه أن يطلقها إزالة للضرر عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويحرم للبدعة. يحرم الطلاق البدعي، والطلاق البدعي هو الذي لم يشرعه الله ولا رسوله، هذا هو الطلاق البدعي، وهو على نوعين: بدعي في العدد وبدعي في الوقت. فالبدعي في العدد أن يطلقها 3 بكلمة واحدة، هذا هو البدعي في العدد، لأن الله شرع الطلاق مفرقا، قال سبحانه وتعالى:
الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ففرق الطلاق على 3 فترات، وذلك من أجل أن يكون عند الزوج فرصة للمراجعة إذا ندم على الطلاق. أما إذا طلقها 3 وبتها فإنه قد أغلق على نفسه باب الرجعة، وربما يندم فلا يحصل له الرجوع لأنه أغلق على نفسه ما وسع الله له. فإذا ضيق على نفسه وجمع الطلاق 3 كله بكلمة واحدة فقد عصى الله ورسوله وضيق على نفسه وطلق طلاقا غير مشروع. هذا هو الطلاق البدعي في العدد. وأما الطلاق البدعي في الوقت فهو أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقها لعدتها أن يطلقها طاهرا من غير مسيس، فإن طلقها في الحيض فإنه لم يطلقها لعدتها، أو طلقها في طهر جامعها فيه فإنه لم يطلقها لعدتها التي أمر الله بها. فإذا حصل منه أن طلق طلاقا بدعيا في الحيض أو في طهر جامعها فيه فإنه يراجعها، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض وذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أن يطلقها من غير مسيس، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا طلقها 3 بكلمة واحدة فهذا حرام، ولكنه يقع عند الجمهور. وإذا طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه فإنه يقع أيضا مع الإثم، ويستحب له أن يراجعها، أو يجب عليه أن يراجعها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال: ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. يصح الطلاق من الزوج، لأن الله جعل الطلاق له ملكا له، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ولكن يشترط في هذا الزوج أن يكون عاقلا ولو مميزا، يعرف أن الطلاق يحصل به الفراق. أما إن كان غير مميز أو كان غير عاقل فإنه لا يقع طلاقه. نعم. ويصح من زوج مكلف. مكلف يخرج بذلك غير المكلف وهو الصغير والمجنون، فإنهما لا يصح طلاقهما، لأنهما لا يعرفان ما يترتب على الطلاق. نعم. ومميز يعقله. ومميز وهو من بلغ 7 سنين يعقل الطلاق، يعني يعرف معنى الطلاق، وهو أنه يفرق بينهما. أما إن كان لا يعرف معنى الطلاق فإنه لا يصح منه. نعم. ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. من زال عقله معذورا، إما بنوم، وإما بإغماء، وإما بمسكر لم يدري أنه مسكر، أو أكره على شرب المسكر ثم طلق في حالة زوال عقله، في هذه الأمور النوم أو الإغماء أو تأثير المسكر الذي لم يتعمده أو أكره عليه، أو أعطي بنجا للعلاج
ومخدرا للعلاج ثم طلق وهو في حالة نومه من البنج، ففي هذه الأحوال لا يقع طلاقه لعدم القصد فيه وعدم الإدراك، لأنه لا يدري ماذا يقول، وهذا يكون مثل الهذيان. نعم. قال: ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. عكسه الآثم، إذا زال عقله بسبب تعمده هو كشرب المسكر، شرب المسكر متعمدا حتى سكر ثم طلق في حالة السكر، المذهب أنه يقع طلاقه مؤاخذة له لأنه غير معذور بشرب المسكر، فيقع طلاقه وإن كان سكران، هذا هو المذهب. وفي رواية في المذهب وهو قول الجمهور أن المسكر لا يقع طلاقه، أن السكران لا يقع طلاقه مطلقا سواء كان معذورا أو غير معذور، لأنه فاقد العقل، فتصرفه غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره، كذلك لا يقع طلاق المكره. في الصورة الأولى لا يقع طلاق زائل العقل، وفي هذه الصورة لا يقع طلاق المكره وإن كان عقله موجودا، لكن المكره ليس له اختيار وإنما أجبر على الطلاق. فإذا أجبر على الطلاق بغير حق، إذا أجبر على الطلاق ظلما بأن أكرهه واحد بأن ضربه أو هدده بالقتل أو بالضرب وهو قادر على تنفيذ الوعيد، ثم طلق لأجل دفع الإكراه ولم يقصد الطلاق وإنما قصد دفع الإكراه عنه، فإنه لا يقع طلاقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وحتى المكره أباح الله له النطق بكلمة الكفر دفعا للإكراه، قال تعالى: من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكذلك إذا أكره على الطلاق بغير حق ثم طلق تبعا لذلك فإنه لا يقع طلاقه، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة وإزالة الآثار والأغلال عنها. نعم. أحسن الله. أما إذا كان إكراهه بحق مثل المولي كما سبق، نعم، الذي أبى أن يرجع إلى زوجته ويطأها ومضت عليه 4 أشهر وأبى أن يفيء وأبى أن يطلق، فإن الحاكم يطلق عليه، يجبره على الطلاق، فإن الحاكم يجبره على الطلاق، ويصح الطلاق في هذا وإن كان مكرها عليه لأنه إكراه بحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده. أكره عليه ظلما، يخرج من أكره عليه بغير ظلم، أكره عليه بحق مثل حالة المولي. نعم. أو أخذ مال يضره، يعني ماذا يكون الإكراه؟ يكون الإكراه بإيلام له أو لولده أو بأخذ مال، يعني مصادرة ماله وهو يتضرر بأخذ هذا المال، فهذا يسوغ له الطلاق بالإكراه. نعم. أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، أو هدده بالإيلام أو بأخذ المال الذي يضره قادر على تنفيذ ما هدد به، أما إذا كان المهدد غير قادر فهذا ليس إكراها. نعم. فطلق تبعا لقوله لم يقع، طلق تبعا لقوله ولم يطلق اختيارا، أما إن طلق اختيارا فإنه يقع عليه الطلاق، أما إن طلق لأجل رفع الإكراه عنه ولم يقصد الطلاق فإنه لا طلاق له في هذه الحالة. نعم. لأن تصرفات المكره لا تنسب إليه لأنه مسلوب الاختيار. نعم. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، الطلاق يقع في النكاح الصحيح، هذا لا إشكال فيه، ويقع كذلك في النكاح المختلف في صحته
وهو الذي يرى بعض العلماء صحته، وبعضهم يرى أنه غير صحيح، وذلك مثل النكاح بغير ولي، بأن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، أو النكاح بغير شهود، كان يعقد النكاح بين الولي والزوج بغير حضور شاهدين، فهذا نكاح مختلف فيه، من العلماء من يصححه ومنهم من لا يصححه، فيقع الطلاق فيه خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف من يرى أنه صحيح. نعم. قال: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان. ويقع الطلاق أيضا من الغضبان. الغضب يقولون له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون في مبادئ الغضب، نعم، ويعرف ما يتكلم به، فإذا طلق في هذه الحالة وقع طلاقه بالإجماع. الحالة الثانية أن يشتد به الغضب، أن يشتد به الغضب لكنه لم يفقد شعوره، يكون بين مبادئ الغضب وبين فقدان الشعور، فهذا على قولين للعلماء، منهم من يرى أنه لا يقع طلاقه نظرا لأنه غضبان، ومن العلماء من يقول يقع طلاقه لأنه لم يفقد شعوره، والصحيح أنه يقع طلاقه في هذه الحالة لأنه يتصور ما يقول ويعرف ما يقول. الحالة الثالثة أن يشتد به الغضب حتى يزول شعوره نهائيا، فلا يدري ماذا يقول، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع. إذن فالغضبان له ثلاث حالات: حالة يقع طلاقه بالإجماع وهو ما كان في مبادئ الغضب، ثانيا لا يقع طلاقه بالإجماع وهو الغضبان الذي زال شعوره نهائيا، الثالث الغضبان الذي بين مبادئ الغضب وبين زوال الشعور، هذا فيه الخلاف، والصحيح أنه يقع طلاقه وهو المذهب هنا كما ذكر هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ووكيله كهو. والدليل على عدم وقوع طلاق الغضبان على في حالة زوال الشعور أو في حالة شدة غضبه على قول من يرى ذلك، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، والإغلاق معناه الغضب. نعم. قال: ووكيله كهو. ووكيله أي وكيل الزوج، إذا وكل زوجا أن يطلق عنه صح، ويقوم الوكيل مقام الزوج فيطلق، لأنه وكله في شيء يملكه، فإذا طلق الوكيل وقع الطلاق كما لو طلق الزوج، لأن النائب يقوم مقام المنوب عنه. نعم. ويطلق واحدة ومتى شاء. يطلق الوكيل واحدة، يعني لا يطلق أكثر، إذا قال له طلق زوجتي فإنه يطلق الطلاق السني وهو واحدة، ولا يطلق الطلاق البدعي وهو أن يطلقها ثلاثا، يعني هذا بدعي. نعم. قال: ويطلق واحدة ومتى شاء، أو أيضا يطلق متى شاء، لأنه أطلق له ولم يقل طلق زوجتي في هذا اليوم أو في خلال 5 أيام أو 10، إن حدد له فإن الوكالة تكون سارية في المدة المحددة، فإذا انتهت المدة المحددة انتهت الوكالة، فلو طلق بعدها لم يقع الطلاق لأنه غير موكل فيه. أما إذا لم يحدد مدة، قال له طلق زوجتي ولم يحدد له مدة، فإنه يطلق متى شاء. نعم. قال: ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. إلا أن يعين له وقتا وعددا، بأن يقول طلقها خلال اليوم أو خلال يومين أو 5 أيام أو شهر، فيتقيد بذلك، أو يعين له عددا، كان يقول طلق زوجتي طلقتين فيطلقها طلقتين، أما إذا لم يحدد له عددا فإنه يطلق واحدة، طلاق السنة. نعم. وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.
هل يجوز أن توكل المرأة في الطلاق مع أن المرأة لا تملك الطلاق وليس من صلاحيتها الطلاق؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز أن يوكل زوجته فقط في طلاق نفسها بقيدين: أن تكون زوجته وأن تطلق نفسها، ولا يجوز توكيلها في طلاق غيرها، كما لو كان له زوجات مثلا. نعم. ووكل واحدة منهن في طلاق زوجاتي، لا يصح هذا، لأن المرأة ليست من أهل الطلاق. إذن يجوز أن يوكل المرأة إذا كانت زوجته ووكلها في طلاق نفسها هي فقط. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله: فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة فتحرم الثلاث إذن. هذا طلاق السنة. طلاق على قسمين كما سبق: طلاق بدعي، وهو الطلاق وهو بدعي في العدد كطلاق الثلاث بلفظ واحد، وبدعي في الوقت كطلاقها في حالة الحيض أو في حالة الطهر الذي جامعها فيه، هذا بدعي، وسمي بدعيا لأنه طلاق لم يشرعه الله ولا رسوله، قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فسمي بدعيا لأنه غير مشروع في هذه الأحوال. والسنة أن يطلقها واحدة ولا يطلقها أكثر من ذلك، وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا سني في اللفظ وسني في الوقت. نعم. قال: فتحرم الثلاث إذن. نعم، فيطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي حدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل تمام العدة فله ذلك، هذا فرج من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال سبحانه وتعالى: ولا يكتمن ما خلق الله في، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هذه هي الرجعة، أحق بردهن إلى عصمتهم في ذلك، يعني ما دامت في العدة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.